وانتي بقى عاوزه تحولي رجليكي من الشكل الخشن ده للشكل الناعم الوردي ده، لازم بقى تجيبي الاداه الاختراع دي اللي حرفيا هتخلي رجليكي زي رجلين البيبيهات في نفس اللحظه. اول يا بنات، قبل ما نفكر في اي مرطبات لرجلينا لازم نعرف ان خشونه الرجل دي بسبب تراكم للجلد الميت. قبل ما نروح نشتري اي كريمات لازم نشيل طبقه الجلد الميت دي. ده الاختراع بقى اللي هتخلصنا من الجلد الميت في الرجل ده، هي فوكسي هيلز او فوكسي المخصصه لكعوب الرجل. ده بقى احدث اصدار من فوكسي اريزر، اداه ازاله شعر الجسم. بس طبعا فوكسي بتاعت كعوب الرجل حاجه تانيه خالص غير فوكسي اريزر، ملمس تاني خالص وكريستالات تانيه خالص. فوكسي بقى عاملين اداه مخصوصه لكعوب الرجل عشان تخلصنا من الجلد الميت عن طريق التقشير الكريستالي بكل نعومه وكل سلاسه من غير الم، غير ما نجرح في رجلينا. لان للاسف كان في بنات بتلجا لطرق كده مش لطيفه خالص عشان تشيل الجلد الميت ده. في بنات كانت بتلجا للامواس تشيل الجلد الميت بالموس، في بنات كانت بتلجا للاداه القديمه اللي عامله زي البيضه دي حرفيا زي المبشره دي بالظبط كده مبشره. وعاوز اقول لكم ان الفكرتين دول اسوء حاجه انت ممكن تعمليها لرجليك، لان غير ان انت ممكن تعوري رجليكي تشيل الجلد الميت بالطريقه العنيفه دي، البشره بتاعتك بتطلع كيراتين وجلد ميت اكتر. كل ما تشيل الجلد الميت هتلاقيه بيتكون اكتر، لكن فوكسي بقى بتشيله عن طريق الكريستالات المرصوصه بشكل معين تناسب الجلد الميت في منطقه كعوب الرجل غير الم ومن غير ما نجرح في رجلينا. ايه يا دكتور بقى الخطوات اللي احنا نعملها عشان نرجع رجلينا ناعمه ولونها وردي من تاني؟ اول هنجيب فوكسي هيلز ونستخدمها على بشره جافه، برده ممكن تستخدميها على بشره مبلوله عادي. انا استخدمتها على بشره جافه وجابت معايا نتائج رهيبه، هتلاقي الجلد الميت طالع منك كده عامل زي الرمله البيضه بالظبط. بعدها تغسلي رجليكي وتستخدمي بها اي كريم مرطب، وانا برشح لك كريم الكربمايت طبعا. وبعدها على طول اول ما رجليكي تتشرب الكريم تحطي طبقه خفيفه جدا من الفازلين، في نفس اللحظه هتشوفي رجليكي قد ايه بقت ناعمه وطريه ولونها وردي وجميل جدا. فوكسي بقى لو حافظت عليها كويس هتفضل معاكي على طول. بعد ما بتخلصي الاستخدام بتغسليها بالميه عادي، دي احلى حاجه فيها ان انت تقدري تغسليها بالميه وتنضفيها زي ما انت عاوزه، وتسيبيها في الهواء تنشف، ترجعي بقى تعينيها في علبتها عشان تفضلي محافظه عليها.